الناس أعرضوا عن أمير المؤمنين بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن لمسوا الواقع، شافوا مرارة الواقع عندما الإمام صلوات الله عليه يذهب إلى الصحراء ويشتغل بغرس النخيل في نهج البلاغة على ما أتذكر. يقول الإمام صلوات الله عليه: ما يريدني فلان إلا أن أكون كالجمل الناضح يقول لي أقبل فأقبل وأدبر فأدبر. أبعد الإمام، الناس شافوا نتائج إبعاد الإمام وغيبة الإمام، ولذلك بعد قتل عثمان الناس انهالوا على أمير المؤمنين. الإمام صلوات الله عليه يقول: فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إليه، لأن عرف الضبع إهواي بشعار، ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان. الحسنان يعني الإبهامان، داسوا قدم أمير المؤمنين صلوات الله عليهم من شدة زحامهم، طبعا هذه قراءة، وشق عطفاي، رداء الإمام شق من زحام الناس مجتمعين حولي. هذه الغيبة ربت الناس وجعلتهم يشعرون بقيمة الإمام الغائب. هذه الغيبة أيضا يمكن أن نتخذها وسيلة من وسائل تربية أنفسنا نفسيا وفكريا وعمليا.